سامي. سامي ما جاش المجلة من ساعة الميعاد. لا الموضوع كده شكله ما يطمنش خالص. بكرة ييأس. بتجنن. حد في الدنيا يدور على ميت عشان يثبت انه حي؟ هي فعلا غريبة. غريبة؟ ده الأغرب من كده قصدي اللي يخوف إن الميت قتيل والقاتل حر لسه ما اتقبضش عليه. جلال تقصد إيه؟ قصدي بسلامته القاتل لو عرف إنه بسلامة أخوك بيحرجم عليه مش هيسكت. أنا ابتديت أخاف. دلوقتي بس ابتديت تخافي؟ أنت جنس عيلتكم إيه؟ اشرب اشرب الشاي. تشكر. شوية شاي أجب. يدوم العز. يا سلام اشرب. يا سلام سلم. الفيلا متراقبة. ليه؟ اسأل العقيد كمال. تبقى حراسة بقى مش مراقبة. أنا بالنسبة لي ما تفرقش. ما تتصورش المخبر اللي قاعد على الباب يبص لي ازاي طول ما أنا خارجة وطول ما أنا داخلة. وأنت مش عايزاهم يشوفوني؟ زي ما تقول كده. أنا بقى ما يهمنيش إن البوليس يعرف إن أنا جيت. إذا كنت رحت لهم برجليا. بس أنا بالنسبة لي يهمني. في حاجات مهمة عايز أعرفها منك. ما أنا قلت لك اللي أعرفه قلته للبوليس. بس أنت لسه ما تعرفش أنا عارفة إيه. تعرفي إيه؟ أنت مش جعان؟ واقع من الجوع. طيب دلوقتي حسندك واكلك. رايح فين؟ كمان يا فندم. حاسس بحركه في الفيلا يا فندم، مع اني ما شفتش حد يدخل. بقى كده. طب ارجع مكانك. حاضر يا فندم. على فكرة بقى أحلى شكشوكة أكلتها في حياتي. بجد؟ حقيقة أنا أكلت كتير أوي. بالهنا والشفا. أصل أنا لما أبقى بفكر ببقى مفجوع. كمل. لا أنا خلاص شبعت كده. قصدي قول كمل كلام. وروني البص. وتعرفت عليه؟ عرفت ده إيه؟ البص من غير دماغ. هو ده الدليل. دليل إيه يا لسا؟ البوليس بيقول ان الهدوم اللي على الجثه هي هدوم والدك. مش مشكله. وان العربيه اتحرقت بيه. مفيش اكتر من حوادث سرقه العربيات. طب العربيه اتسرقت مين اللي سرقها وليه؟ اي حد. طب وصاحبه اللي تعرف على الجثه قالوا كده؟ طب ما تقابليه اساليه. يوم ما راح شاف الجثه خرج من المشرحه على المطار، سافر اليابان في مأمورية. اللي هو كل الناس اللي في القضية دي بتسافر ليه؟ في شيء غامض، حاجة ما نعرفهاش. بابا في الفترة الأخيرة من عمره عاش حياة كلها غموض وأسرار. تفتكر إنه مات في الحادثة؟ وإذا كان ما ماتش هو فين؟ اختفى؟ هرب؟ هرب من إيه؟ وليه؟ علامات استفهام كتير ومحدش عارف الحقيقة. حتى أنا بنته أقرب الناس ليا. أستاذ سامي أرجوك أنت الوحيد اللي تقدر تقف جنبي. أنا تحت أمرك. يا ريت أقدر أعمل حاجة. تقدر. نكشف الحقيقة أنا وأنت. إلا إذا كنت خايف. جايز. جايز أكون خايف.
الإنسان دايما بيخاف المجهول. أنا لسه شهير، أنا كاتب ناقد فني، عمري ما تعرضت لموقف زي ده. أنا آسف، مش هقدر أقدم لك أي خدمة. أنا اللي آسفة، ظهر إني لازم أعتمد على نفسي. أنا لسه شهير، أنا كان عندي إحساسك ده من شوية، لكن بشوية تفكير منطقي تراجعت. جثة في المشرحة، البوليس بيقول إنها جثته، وأنا بعيني دول شفتها. وبعينيك دول شفته امبارح في بيروت. ليه ما يكونش خداع نظر؟ أكيد كده. أنت مقتنع؟ مش عارف. أنا هقدم لك دليل جديد. شايف دي؟ من شهر كنا بنبيض البيت. بابا حط إيده على الحيطة غصب عنه، لأنه كان نظره ضعيف. إيده علمت على الدهان. مش فاهم. فهمت. البصمات. أنا اللي عايل عشان بمشي وراك. مال أنا ومال البال ولا هتغرس فيها؟ هتفرض إن قفشنا. ما تعكش أنت، وربنا هيستر ومش هنتقفش. الناس تسهر في هيلتون، في شيراتون، إنما في المشرحة. عارف هتعمل إيه؟ عارف هتسأل على مين؟ خليل. انزلوا في الدواسة بقى. استعنى على الشقة بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتوا الزقة معايا، العربية عطلت. تحت امرك، ايدك معانا يا ابو الاحلام. اوي اوي. اتفضل. اركب حضرتك عشان تدور. بعدين في العطله دي يا اخوانا، اتفضل معانا على مدفوط عربيه. الدنيا برد، مدور عليها يا استاذ. هي واحد عامل لك شاي. هي فيها شاي؟ على ما تيجي عربيه يا سعاده البيت. على ما تيجي عربيه يا سعاده البيت، صح. على ما يا بيضه حياه والدك.